انت هتقوم بقى سيبه خط لو التاني شغاله باخلاص. فالميت استفرغ في بوقه. اللي هو الميت استفرغ اهو. الزبون بقى التاني الواد الحمار دي عمال ايه؟ عمال يعمل له كاردك مستشفى بينفخ في بوقه. فالنفخه مش داخله في التراكيه. تخش في الاستومك عمال ينفخ في الاسوفيكس. فالاستومك ايه؟ عمال يطيليه. طيب ايه؟ هوب راح اتعمل ريكويل. المرحوم كان لسه واكل ملوخيه. الله يرحمه. الواد لقى الملوخيه فوقه فضل فيجا الاتاك نام في الارض عملنا له احنا كارديك. بس احمل نفسك بس فيرويل خلاص هناك سيب ميت شكله معروف مشكوك واضح ده ميت خلاص هتشوفوا بقى الحاجات دي. حد فيهم شاف حد ميت قبل كده؟ لسه اشوفه ليه؟ شكله واضح. طيب نيجي بقى نشوف في حته كده سريعه اسمها الانتيكولم الانديكيشن. ده بقى كده ايه نوع من ايه؟ ودوا ريموت هنا دكتور نبيل. الانتيكوهاجولم خدوا فكره بس كده فكره ان هو استخدامه بقى في الدي في دي والبلمونري انبوليزم والناس اللي مركبين صمامات صناعيه وكده. خلي بالكم بس يا اولاد ايه هو المرض اللي هو ثرومبو امبوليك بس استخدام الانتيكوهاجولم فيه يعني مخيف الاندوكارد. لان اللي بتقدم اندوكاردايتس خلي بالك اوعى تستخدم انتي كواجولانت غير ما تتاكد. لان العيان ده ممكن يكون عنده ايه يا دكتور؟ مايكوتيك انيوريزم. هو فوق وهتلاقيه المايكوتيك انيوريزم ده قلت لك ان الامبولاي تخش تقفل البازا البازوره بتاع البلاد فيسل فيحصل حته ميكروسيس في الوول بتاع البلاد فيسل فالوول بتاع البلاد فيسل يضيليت ويعمل الانيوريزم الغريب ده ويطرع. عشان كده ما تديش بقى للعيان الانتي كواجولانت بهذا المنظر الا لما تبقى فعلا متاكد ان العيان ده كويس وكده في ايده. الكونترا انديكيشن اي واحد عنده بليدنج اي واحد عنده بيض يعني مثلا فرضنا بص يا دكتور تلاقي واحد ايه معدته بتوجعه وعنده جاسترايتس او عنده بنتك خالص وانت مش واخد بالك وجاله حاجه رحت مديله انت ايه؟ البتاع ده الانتي كواجولانت. تلاقي الراجل جاله هيماتيكس. واحد عنده انكنترول هايبر تنشن مكتوبه انكنترول. اعمل كنترول الاول يعني عشان ما يبقاش مفيش عنده بليدنج بيجمنتس عنده ناخد بالنا من هذا الكلام. طبعا الليفر ديزيز الادفانسد ليفر ديزيز اصلا عندهم ايه يا اولاد؟ بليدنج تندنس برضه لازم ناخد بالنا. النوع الاول الهيبارين. والهيبارين احنا اتكلمنا عليه قبل كده في موضوع الدي في دي وكده بس اعرفوا ان الهيبارين بيشتغل ازاي. علم على كلمه انتي ثرومبين. في ماده اسمها ثرومبين. انتي ثرومبين يعني ايه؟ ان شاء الله تكون انتي ثرومبين. يعني ايه بقى معنى الكلمه؟ هتقولوا حاجه. هو مضاد للثرومبين. مش كده ولا ايه؟ مش في حاجه اسمها انتي ثرومبين 3؟ حاجه اسمها انتي ثرومبين. طيب هو ايه بقى؟ انتي ثرومبين يعني ايه؟ يعني مضاد للثرومبين. لا معناه ان هو انتي ثرومبين اجونست. يعني هو بينهانس الانتي ثرومبين. لان هو مفيش حاجه اسمها يعني ربنا خلق حاجه اسمها بروتين سي يو اس انتي ثرومبين. الانتي ثرومبين ده انتي كواجولانت. الهيبارين انتي ثرومبين اجونست. يعني هو بينهانس الانتي ثرومبين. عشان كده يقول لك ايه؟
لو مريض عنده انتي ثرومبين ديفيشنسي هيجيله جلطه، تديله هيبارين مفيش ريسبونس، هو ما عندوش الانتي ثرومبين، ادي الهيبارين هيعمل ستيمولاشن. فيجي يقول لك مريض بياخد هيبارين والهيبارين مش افكتيف وكان يباني، تفتكر ايه الحكايه؟ وحطيتها شويه كلام انتي ثرومبين ديفيشنسي. طبعا الهيبارين كان له انتيدوت جميل كان اسمه ايه؟ بروتامين ايه؟ صلبين. على فكره البروتامين ده انتيدوت على طول يعني، وهو يعني عشان كده دايما يقول لك ايه؟ هو مين اللي لما يعمل نزيف نقدر نلحقه اسرع؟ اللي بياخد هيبارين ولا اللي بياخد اورال؟ اللي بياخد هيبارين. لان ده انتيدوت بيوقف الهيبارين وكان ستوب كريتيك على طول. طبعا بندي النقل ده وحاجات مش عارف ايه، وبعدين بندي بقى البتاع ده. طب انا دلوقتي الهيبارين قلنا عليه جرعه قبل كده يمكن قالت انت بتعمل مونيتور بايه؟ البي تي دي. البي تي دي البي تي دي المفروض يبقى تقريبا ايه؟ يبقى دبل، يعني كل ما هو يبقى دبل وخلاص، وده المونيتور بتاعه. وقلنا ايه بقى الهيبارين الموضه؟ اللي هو مين؟ لو موليكولار ويت هيبارين. ايه بقى ميزه اللو موليكولار ويت هيبارين؟ مينيمال انسيدنس اوف بليد. يبقى انت طالما انت حتى مقلق اللي هو اسمه ايه؟ قلنا عليه كليكسان، اسمه كليكسان. فكرة جه مرة سؤال طلبة انتي كوانت زمان العيال زعلوا، فالطلبة علقت يقول لك يعني الكارديولوجي ما يجيش فيه الا انتي كوانت. لا اصل ده مش كارديولوجي، مش كارديولوجي اصلا، بس باي ذا واي مش كارديولوجي. هو الراجل بعت سؤال مش واضح هنعمل ايه؟ طلب سؤال يعني الاورال بقى اللي هم مين؟ وارفرين. الوارفرين بيشتغل ازاي؟ ها؟ بيانتاجونايز فيتامين كي. فيتامين كي مهم عشان مين؟ فاكتور كام؟ 2 7 9 10 صح؟ طيب السؤال بقى اكتب، بس انا مش هقول لك الاجابه، خليك تدور عليها موجوده في كتاب الشيخ. اكتب اشمعنى دول؟ ده من انتوا ايه؟ 2 7 9 10 ليه؟ اشمعنى دول؟ عشان فيتامين كي ايه؟ نبات. طب الباقيين فيتامين كي نبات دول بالذات في حاجه معينه خاصه بالقصه دي. فتكتب ايه يا سيدي؟ انظر فيتامين كي سنكي الجنرال. طيب الدواء اسمه ايه يا ولاد؟ وارفرين. وارفرين ده انا بستعمله وبعمل مونيتور بايه؟ بالبروثرومبين تايم. في حاجه اسمها اي النهار. الكلام ده بقى ايه؟ سبوب يعني. هنقول بقى انظر هيماتولوجي بعد كده عشان كل الكلام اللي مكتوب ده هو هتلاقيه هيماتولوجي عشان ما نقعدش نتكلم كتير. الانتي دوت فيتامين كي. طب ايه رايكم بقى؟ الانتي دوت هيشتغل بسرعه ولا مش هيشتغل بسرعه؟ لا هياخد وقت، لان هو وارفرين اشتغلت على الفيتامين كي، يعني اشتغلت على تخليق الانتي فاكتورز. فانا عشان ادي فيتامين كي وترجع الفاكتور تتخلى هتاخد يومين ثلاثه. الموضوع بيبقى يعني صعب، لكن الاسرع في الكنترول الهيبارين سيستم. اكتب بقى ان بي سويتش
from heparin to oral anticoagulant. How can they switch from heparin to oral anticoagulant؟ يعني مش كده، يعني ايه دايما يقولوا لنا يا اولاد بصوا تفتكروا خدناها في الفرع كده، ها كده يقول لنا ايه ادي هيبارين وبعد الهيبارين بقى وقفوا واديله بقى اورال، ادي هيبارين اوقف ازاي هيك بس. يبقى هنقول مثلا اكزامبل مثلا في الايه الدي بي تي بس جيب الهيبارين بندي الهيبارين كويس اهو، بلاش دي بي تي، ما تقولش دي بي تي، تكتب اكزامبل اصل دي بي تي ليها حيثيات ما تقولش كده. بص ايه بص دلوقتي ايه يعني علانه يا خالي وفيها حاجه في راسك، بكره ما تكبر هتعرف انك انت روحت فيها حاجه في البيت، تكتب يعني الواد خلاص. بس هو انه عايز اقول بس السويتش مش مهم اكزامبل عشان ما نخشش، لانك انت لما ترجع للدي بي تي هتلاقيني كاتب كلام انا هقوله دلوقتي عشان ما. فالمهم انت بتدي الهيبارين مع الورق اللي هو الورق مع الهيبارين بيهم مع بعض كاتس السيمبل هو ماشي. الهيبارين بيشتغل ازاي بقى الهيبارين؟ البي تي تي مش كده؟ الهيبارين هيبقى العلامه انه اشتغل، ها البي تي تي بورونجت، البي تي تي بورونجت، ها دي علامه ان البي تي تي اشتغل، ان الهيبارين اشتغل. طب الكلام ده هيحصل امتى؟ على طول بيحصل فورا يعني في نفس اليوم لو عايز او تاني يوم. طيب وين سي بي تي هو بقى الوارفرين بيشتغل بايه بقى؟ لما يشتغل الوارفرين ويبقى اشتغل الدواء بالبي تي، اول ما البي تي يبقى مثلا دبل عايز البي تي بقى الوارفرين. بص يا ولاد علامة شغل الهيبارين البي تي تي ايه؟ بقى دبل. علامة شغل الوارفرين البي تي بقى دبل او اكتر، يعني هنبقى نتكلم في الهيبارين. اول ما البي تي يبقى دبل نعمل ايه؟ ستوب الهيبارين وكمل بايه؟ كمل بالوارفرين. بس احنا بقى بصراحة اكتب بقى اكزامبل من البراكتس بقى عشان تبقى فاهم ان احنا مش بنعمل بالظبط كده. انت بقى مثال الدي بي تي الواحد اللي هو ازاي بقى؟ الدي بي تي احنا عملناه ازاي؟ لو انتوا تذكروا بندي الهيبارين تقريبا فور اباوت 7 تو 10 دايز. ليه يا دكتور؟ دي حاجه كريتيكال، فانا عايز ادي حاجه تشتغل بسرعه وتفضل معايا بقى ما اخشش بقى. يعني ما اعتمدش على اورال ولا بتاع، خلاص كده؟ وين لما المريض يبقى ستابلايزد البيشنت بقى حلو كده ستيبل. طبعا دلوقتي البي تي تي اخباره ايه دلوقتي؟ ها؟ البي تي تي عامل ايه؟ عالي، يعني الهيبارين عامل سيوله، وانا شايف المريض بتاعي بقى حلو كده والدنيا مشيت، واذا كان بالمنري امبوليزم اتحسن، اذا كان رجله اتحسن، دايما احنا نمشي على الهيبارين فتره. مش امشي اصل كتب الفارما يقول لك ايه ده؟ لا عايز امشي اسبوع و10 ايام لحد ما احس ان هو نمت. تمام؟ افتر ستابلايزيشن يو كان ستارت بقى الوارفرين. يبقى انا هحط الوارفرين على الايه؟ الهيبارين. ما تخافش مفيش خطوره. ليه؟ لان الوارفرين مش هيشتغل على طول. الوارفرين عارف يشتغل كمان ايه؟ ياخد 72 ساعة عشان يقول معاك وتعمل مونيتورنج ديلي للبروسترومبين تايم. أول ما تلاقي البروسترومبين
الترومبين تايم بدا يشد معاك زاد كده وبقى طابق هوب تروح موقف الهبرين وتكمل بمين بالوقت. هنا صور ناس فاكرين ايه بقى؟ انا لازم اول يوم ادي الاثنين. لا لا خالص، ادي الهبرين الاول لما المريض يبقى فل الفل ابتدي بقى ايه هتقول له انا بقى خرجت من المستشفى يا عم الحاج فخرجت بقى على الاقراص قبل ما يخرج بثلاث ايام اروح ضايف ايه؟ الورم. البروسوب التايم بقى برولونجد وحلو خلاص بقى يعمل كده كفايه هطول ايه؟ كمل بقى ورفرين. بس طبعا الورفرين بقى هنا في الدي بي تي يا ولاد والبلمونري امبوليزم بيتاخد لمده اكتب الكلام ده الورفرين في الدي بي تي والبلمونري امبوليزم بيتاخد لمده من 6 أشهر الى سنه. 6 شهور الى سنه. طب السؤال بقى امتى فور لايف؟ امتى فور لايف؟ مين العينين هياخد وارفرين مدى الحياه؟ الكرونيك ايه امتى؟ ايه كمان؟ ها؟ جدع جدع. والارتفيشال فات فور لايف. طبعا لازم ايه بقى؟ يعمل بروثرومبين تايم افري 2 و 4 كل اسبوعين يعني كل 4 أسابيع يا ريت كل اسبوع. اقول ده روتين. بص يبقى في معمل لا ناس كان المعمل جنبي اتصل بتليفوني يعمل البيت يعني كل اسبوعين انا انزل والراجل التاني يقدر يروح يعني عشان يبقى ماشيين صح. ادي القصه. ممنوع تدي اورال. بص بقى في هنا عندك حته كده ضمن مكتوبه هنا بتاعت البريك نفسي ولا في بقى حته صغيره كمان كده هي بتاعت الاثروسكلروزز ورا حته كده مش هتاخد دقيقتين هي والكارديك ريسك مش هياخدوا حاجه. ورق كلام كده بقى جديد شويه. فاكرين الرسمة دي بترسموها بسميها فين افريكان؟ رسمناها مرة في الفرق قلنا في اسيروما ستيبل او انكمبليكيتد واسيروما كومبليكيتد وقلنا الاسيروما الحلوة اللي بتبقى ظريفة كده يعني مش عاملة نجف قوي مين من بنت عيال؟ رجع بالمناسبة بيت ها؟ عايزين نبتدي قبل اللي احنا بنجيبه ده النهارده احنا بنجيبه متأخر. بس كان في ما سميناش رسالة وحاجات زي كده وبرضه في ناس ما كانتش عارفة فلا انت تيجي هنا تبقى هنا 1:30 انا ممكن اخش 1:30 ابتدي 2:15 كده عشان في اطفال بعد كده. يبقى احنا عملنا ايه؟ معلش يعني بس الفيزا ان انت هتبقى مصحصح معايا شويه حاسسكم النهارده مصحصح ليه؟ مظبوط؟ Uncomplicated
complicated. ايام زمان اسمعها بس مني واقروها بقى انتوا بعدين، بس مش بس حاجه ليك يعني خليك معايا كلام سهل. دلوقتي خليك معايا، انا دلوقتي راجل سن كبير وعمال اشرب سجاير، يوم مع الوقت نفسي تبص لدكتور. هديك معلومة تصرف منها دي، تقدر تقول لي ايه السن بتاع البني ادم اللي فيه الاندوثيليوم؟ الاندوثيليوم ده اللي هو حاجة زي الحرير، ربنا خلق لك ده الحرير، ده البلاد سبلاي على كل حتة في جسمك. الاندوثيليوم بيبتدي ينجرح امتى؟ جرح يعني مش سهل، بعد سن كام سنة؟ بعد سن كام؟ 40 50 60 70. طيب والإنسان القوة بتاعته بتبتدي تنزل درجة بشكل ملحوظ، الإنسان نورمال القوة بتاعته تنزل بشكل يعني درجة كده معينة بعد سن كام سنة؟ 70 سن 30 بعد سن 30 عشان تعرف انت نايم شبابك. طب ايه الدليل على كلامي؟ والدليل بسيط جدا من الواقع. دلوقتي لعيب كرة القدم، كان لاعب كرة قدم قدر لا يعني انت بتشوف بس لعيبة الكورة دول ايه بيعملوا كتير قوي ورياضيين وناس كتير قوي، بتلاقي غالبيتهم بعد سن ال 30 بيروح مكسورة بتكسر خلاص. في ناس طبعا بيكمل لان هو عنده في حاجات يعني في واحد بيوصل لحد 35 و36. لكن طب تعالى روح كده عند ايه؟ تعالى بقى عند 40 سنة، لا يمكن لا يمكن ما يظهرش خلاص. ولكن بص في سن معين يعني زي محمد علي كلاي ده كان بطل عالم وكان بص يا دكتور كان بيضرب تران كان هو بطل بيضرب وهو ما كانش القوة البدنية بتاعته، كان هو انسان عادي بس كان طويل وكان رشيد، كان دراعه ده طول كده، دي كانت الميزة بتاعته، دراعه طويل فعلا يضرب البليك يجيب واحدة يحميك على طول. جه هو الناس لعبت في دماغه، هو كان بدأ خلاص بقى هيبطل وكان سنه حاجة 30 سنة خلاص يعني عدى بقى 36 سنة 30 سن بس سن ده كبير دلوقتي. ده هتلاقي الواد دلوقتي عنده 21 سنة لسه كتفه كتراب دلوقتي فعلا. خلي بالك دي نقطة مهمة. طيب الواد بقى عشان تبقى عارف ان المشكله بتبتدي منين يا دكتور؟ من الصغر وحافظ على نفسه. فالواد ايه بقى؟ عمال يشرب سجاير من سن بقى العشرينات والحاجات دي. فيجي في سن ال 30 يبدا بقى يحصل شرخ بسيط في الاندوثيليوم. السن كبر بقى كمان شويه والسجاير شغاله وبتاع حلو كده. فيبتدي يحصل ايه بقى يا دكتور؟ بص بقى يا دكتور. الماكروفاج الماكروفاج بتبقى موجودة في البلاط بتاعنا. سيادتك بقى عندك مشكلة تانية غير انك انت هايبرتنسيف وان انت مدخن وان انت سنك بدأ يكبر، عندك ال LDL عالية. حلو كده؟ راح جاية الماكروفاج واكلة ال LDL بتتحول لخلية اسمها فوم سيل. الفوم سيل دي بتروح داخلة من خلال الاندوثيليال انجريز اللي حصلت الى الانتماء.
احتمالك الى الاندم. ويفضل الموضوع ده يا دكتور شغال معاك سنين. الهيل دي هيل عاليه وحضرتك مش واخد بالك ما تعرفش. سيادتك الاندوثيليوم بتاعك بدا يبقى وحش هنا خلاص كبرت شويه. طبعا بعد ال 30 خد بقى بعد عشان كده لك اقوى قوه بدنيه في البني ادم السكن والثيرد ديكيت. يعني تي اتش والسن بتاعك. بعد ما تتم ال 30 انت هتحس بنفسك، تحس بنفسك، نفسك ايه يا ماتريكي؟ كويس. بعد ال 40 تتكسر شويه، بعد ال 50 تلاقي كل ديكيت نفسك عمال تعمل كده تحمل كده وفي الاخر ايه؟ تروح نام. عادي جدا. فتفضل بقى البروسيس. بص يا دكتور ال دي ال خليك معانا عشان تفهم القصه. ال دي ال ماكروفاج تاكل بقت فوم سيل تروح داخله فين؟ الهند. فتلاقي الهند عماله تتملي ايه؟ فوم سيل. فوم سيل. فاكرين يا طبعا افكركم بجار. في جار في المتحف في اورطه والاورطه فاتحينه كده مفتوح سكتان وفي يلو وفي خطوط صفرة كده في المنظر ده مش فاكرين ستريكس كده لونها اصفر. عارف دي يا دكتور؟ هذه هي تجمعات الفوم سيل في الانتما. طب بعد كده هيحصل ايه بقى؟ الموضوع بقى ايه؟ كان وقف على كده واحنا طلبنا قالوا لنا بقى الام بي ايه تاكل البتاع دي الماكروفاج تاكل فوق سيل فوق سيل فوق سيل يعني خلايا فيها نمور عمالة تتجمع في الهند. فالهند ما تدخل 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 اليوم اللي دي خلصنا. لا طلع الموضوع مش كده. طلع الموضوع بقى كمان انه في بقى البليتلت ليها كمان رول. الرول بقى بتاع البليتلت تتراكم في هذا المكان. بس البليتلت بقى لسه مش هتعمل الجلطه، ده البليتلت هتطلع بليتلت جروس فاكتور. الجروس فاكتور ده اهو، ما هي البليتلت بتيجي في الحته دي يحصل لها اكتيفيشن في المنطقه دي. فتطلع جروس فاكتور، فالجروس فاكتور يتخن الانتما. وبص يعمل حركه عجيبه يخلي الماسل فايبرز اللي في الميديا تمايجريت للانتما. يبقى الانتما تدخل في الجروس فاكتور. الميديا في ماسل فايبر منها بتطلع في الانتما. الانتما عماله تتملي فوم سيل. اللي هي ايه الفوم سيل؟ ماكروفاج واكله ال دي ال. الموضوع ما خلصش على كده. قال لك ده في بقى السيتوكاينز والانترلوكين والتيومر نيكروسيس فاكتور دي انفلاماتوري ميدياتور. قال لك دي بقى بتاوجمنت كل البروسيس. طب السيتوكاين خرجت منين؟ خرجت من الماكروفاج اللي كانت ال دي ال. واللي ساعد على كده مصيبه سودا يا اولاد. عارف ايه اللي بيخلي الماكروفاج تبقى خطر؟ لما تبقى واكله ال دي ال اوكسيدايز، حصل لها اوكسيديشن. يعني ال دي ال نفسها بتتاكسد. والاكسده جوه الماكروفاج بتخلي الماكروفاج تطلع انترلوكين. يبقى الموضوع ده ال دي ال وماكروفاج وانترلوكين سايتوكاين وليتلت روس فاكتور. ايه ده؟ ده التهاب ده ولا ايه؟ ايوه اكتب بقى الاسنس كولوروزز ريسنتلي ات از ان انفلاماتوري بروسيس. الاسنس كولوروزز كانوا يقولوا لنا ده ميتابوليك ديزيز من الهايبر كوليسترول. لا ده انفلاماتوري بروسيس يا دكتور. فانا عايزك بقى تبقى واد ناصح. طب انا عايز اوقف في الموضوع ده. ابويا بقى عايز احميه. عايز احمي ابويا. وانت تحمي نفسك وتاخد بالك من روحك. يبقى اول حاجه تدي ايه للعيان ده؟ اللي هو فيه كل الهيصه دي. يعني ويا ريت قبل ما يحصل ده يبقى نكتب على شمالنا كده. ندي ستاتن. الستاتن هتوطي مين؟ ال دي. وندي ايه كمان؟ اسبرين عشان البليتلت والهم ده. وندي ايه كمان؟ هو اسبرين. وايه كمان بقى؟
ها انتي اوكسيدنت عشان نمنع اكسده ال ام دي ال. شوف بقى جميل هسأل على السؤال بقى. ايه بقى الحاجة سر من اسرار المعمرين؟ طبعا الاعمار بيد الله. كل واحد اتولد مكتوب عمره. صح ولا لا؟ اللوح المحفوظ. بس ربنا برضه بيسبب الاسباب. خلاص بقى ما نعرفش كده. الجماعة اللي هم اهل سينا يعمروا. جامد. انا بتكلم عن مستوى مصر. ليه؟ ليه؟ اهل سينا ما تقعد معاهم ليهم مش ياكلوا بروتينات كتير. ده اكلهم خفيف ونادر لما تلاقي واحد عايش في سينا يدخل. الحاله الاهم انهم عاشقين لايه؟ زيت الزيتون. زيت الزيتون بقى ذكرى وقال بالبلدي كده يخلي الاندوسيليم بتاعك زي الحرير يا باشا. مش هقول لك اكتر. اندوسيليم حرير. وبياخدوه من وسط غريب. ده بيشربوه كده. بس هو طعمه صعب شويه بس مش هقول لك. سنه بادع ايه؟ مين اللي بياكل زيت زيتون؟ وفي فلسطين كذلك. صح يا دكتور؟ ده البلاد دي يقول لك لو ما عندكش صفيحه او صفيحه فيها زيت الصفيحه دي فيها زيت زيتون يبقى انت معناه انك انت يعني اضرب حاجه دي ماشي؟ دي شوفنا ازاي؟ بس انت ما تديش لابوك بقى كل الحاجات دي لانك لو اديت له كل الكلام ده اهو صحته هتبقى كويسه هروح نتجوز على طول. خلاص يعني ايه كان يعني برضه هنده شويه كان ايه؟ تعالى بقى سيدي. طيب ايه اخر بقى الاثروسكلروزز اهي؟ الاثيروما ان كومبليكيتد او كومبليكيتد هي دي. دي كانت في الكورونري عامله ايه يا اولاد؟ فاكرين؟ ستيبل انجينا ودي عامله ايه؟ انستيبل اللي هي هتبقى في ثرومبوز. وطبعا قلنا الانكومبليكيتد بتبقى سموث وحلوه والكومبليكيتد فيها السرز ورفنس وبيحصل ايه؟ هو طب عايز حد يفكرني باللفظ ما هو الاكيوت ايفنت اللي حصل في الاسيروما وخلت جلطه تتكون عليها والبلاد فيسل اتقفل وكده؟ رمشر اسيروميتس بليك. هو ده الاسيروميتس بليك. بص ركشر تصدع. قلت زي الاسفلت كده لما تصدع تلاقي الميه تركض عليه يحصل صروف بوزيز. وادي التعبير هو الفات ستريكس. الفات ستريكس دي اللي قلت عليها يقول يلو ستريكس كده هي دي الفونس. يعني هي معلومات انت بس اورينت في الاخر بقى كاتب لك هو معلش انا اسف يعني هو اللي عنده اثروسكلروز هيجي له ايه؟ كورونري انجينا انظر الانجينا انفاركشن انظر الانفاركشن ستروك انظر الستروك لور ليمب اسكيميا انظر فاسكولار سيرجري العام القادم. طيب يا باشا اخر حته بقى اقولها لك في 10 مينتس وانا هعلم لكم اللي انا عايزه. في تجميعه بقى التجميعه هات لي موضوع اسمه شوك. يلا جميل وانا هعلمك على حاجات معينه. شوك طبعا بقى الكلام بقى البريفنشن الحاجات الحلوه دي برضو خلي بالك صفحه 228 اكتب عليها تي في Prevention of Atherosclerosis اكتب عليها تي في التلفزيون. التلفزيون ازاي نمنع يا دكتور تصلب الشرايين من الحاجات دي وبتاع دي مذيعة ادي محمد ربنا يكرمك كده تطلع في التلفزيون فانا اقول لك تتعامل ازاي مع المذيعة. بص يا
انت يعني نفسك ان انت سهولي كده ولا وسألك السؤال. طب يا دكتور لو سمحت عايزين نعرف ازاي نمنع التصلب الشرعي. انت تقول لي انفلاكتيك شوك برضه هيبقى كله واطي.
ليه بقى كله واقع جميل؟ وكذلك سبتك شغل بس الاثنين دافيين. خلاك احسن في مره، في مره بنت كده تعرفين هناك ايه؟ الصيف تلاقي ساعات دي كانت العيال ايه في الصيف بقى الجو حر وبتاع مش عارف ايه العيال مجهده زمان بقى وكانت مراجعات كانت بتطلع قسوه فطلعت من الهيصه. فالمهم يعني فكانوا العيال يغمى عليهم طلب يعني من كتر الشرح يغمى عليهم. طبعا ايه الاثنين عندهم قرص ثانيه ما يتطردش. ايه بقى ما تطردش ما شربتش الجوز مش واخده كالوريز واليوم تطول وقامت وقفت وبريك ونرجع تاني فالبنت تروح واقعه. فانا حافظ القصه دي بقى عارف ان ده مفيش مشكله. في مره بنت بقى راحت ايه؟ طبعا احنا نعمل ايه في الحركه اللي هي كده؟ تعالي واخدها كده تعالى بنات معايا كده اهو نام ونايمها ارفع رجلها شويه وشويه كده مساج في الاطراف عشان نعمل سكويز بندي بس للدرج وحاجات لا بنفهم على بعض. في بنت بقى ما فهمتش. بنت بقى ما فهمتش وبعدين راح بدا يخاف بس كان شكلها مميز في حاجه وشها ظلمه يعني مش دافي. فانا بقول لاصحابها في سخنه ولاد شويه ولا ايه؟ ففي بنت بتقول لي ايه؟ هي دكتور تعبان عندها برد بقى لها يومين ثلاثه. فقلت يمكن عندها مثلا تشيست انفكشن سور سرور وتعبانه ومجهده بقى ومراجعات ومذاكره وسهر طبعا الحاجات دي معروفه. فالمهم ايه؟ الواحد بدا يقلق. حلو يا عم. فانت لما تلاقي الشوك تحصل وانت برضه مش دريان مفيش حاجه واضحه ساعات احنا نحب ندي ايه؟ هايدرو كورتيزون حقنه بصراحه يعني. يا عم طلع عني حد يجيب لي حقنه ايه؟ هايدرو كورتيزون. رحت مديها الحقنه. بنت بعد شويه بدات تفوق كويسه عند ايه فالبنت بقى ايه طلعت وهي شوكت خالص هي سامعه الحديث اللي بينه وبين العيال سامعه. راحت قال لها دكتور انا عندي برد تعبانه وباخد ايه سوترين. السوترين ده ايه؟ سلفا. فلما خدت السوترين عمل لها الرجي وصلها الانفلاكسس عشان تبقى بس فاهم القصه. في هنا هو مش هيجي لها سبسس بقى هيجي لك سبسس منين يعني؟ ما انت كنت قاعده زي القرد اهو. لكن هي خدت حاجه ممكن بقى تكون مثلا ايه بقى؟ ده انا ايه وانا جايه في درس مثلا قبلها بنص ساعه كده خبطت لي واحد فراغ خبطت موز باللبن فانت تقعد بقى تسال انت واخد ايه النهارده اكلت ايه وجيلي تطلع انفلاكسس بس تبقى انفلاكسس ايه ما بيموتش انفلاكسس بس خلي واحد يقع كده طول شويه ولو سبتها هترجع ستة بدي بقى حقنه. فخلك موضوع اللي هو السكين الدافي اللي تحس ان هي سخنه كده لا ده ده انا كويس. ايوه في بقى جنرال مانيفستيشن في الشوك طبعا بقى هايبوتنشن تاكيكارديا مش عارف رابد شالو كريزن كونفيوجن. هل المريض لازم يعني يفقد وعيه تماما؟ مش ممكن يفقد او لا يفقد. عينين لعلمك معظمهم تلاقي واحد يبقى شغل وفي برضه ممكن يتكلم معاه بس هو بيبقى ايه؟ سيبه نام في الارض انما تقوموش. في ناس يقوموه قوموه يا ابني سيبه مرميه في الارض لو قعدتها ده غلط ما تعرفش ممكن يحصل ايه؟ سيريبرال اسكيميا يقول لك ده احنا قعدناها يا دكتور ما فيش ديها اتشنجت ليه؟ حصل لها برين هايبوكس سيبها نايمه كده ما تنساش قدامك. وادي المانيفستيشن بقى هايبوغليميك شوك خلاص كلام عادي كارديوجينيك شوك هارت فيلير وجالوب وكريبيتيشن يعني الكلام بقى اللي هو الاوبستراكتيف كاردك تامبونات فاكرين كان فيها ايه بالسس بارادوكسس ديستنت هارت ساوند كوزمول ساين فاكرين اللي هي انسبيراتوري فيلينج انيفلاكتيك شوك. يعني انفلاكتيك شوك بتيجي بروبلم warm extremities low blood pressure urticaria bronchospasm
جابوها في البروفيل كده وصدر زيق وبعدين ايديها ورمت، مش هتقول رجلها ولا وشها الحق، ايديها ورمت وكفوف ايديها اللي هي الانجيونيروتيك دي، كانوا جابوها مره في امتحان وقالوا ان هو واكل ايه زي ما قلت لكم شيل فيش وكلام فارغ كده والعيال اتنيلوا واتلخبطوا فيها سيبتك شورت. ما انا هقول ليه؟ بص يا ابني الكارديك ابوت غير، بص دلوقتي انا عندي سيبتك بس بقى يا عم مش ده الارتري، ده الارتريول الانتريكرال ريزيستنس بالفيل. بس كده دكتور الجماعه السيبتك شوك والانفلاكتيك شوك عندهم ايه يا اولاد؟ بريفرال فازو دايلاتيشن، فتلاقي البريفرال ريزيستنس دي بتقل، هيخلي كميه الدم اللي هتنقط من الارتيريال سايد الى الفينا سايد تزيد. فاكرين زمان انا مره رسمت رسم زي كده وسبته نسيتوه. بص ده ارض وده ارتري، ده ارتريول يا دكتور حلو كده، وده الفين، ده الفين اهو. فالارتري يودي للفين من خلال مين؟ البريفرال ريزيستنس اللي هو الارتريول. انا يا حبيبي لما يحصل لي فازو دايلاتيشن بيجي عند البريفرال ريزيستنس ده هيت بيقللها، يعني ايه يقللها؟ يعني الحته دي توسع، فده يعمل ايه؟ يبقى بص اهو فازو دايلاتيشن يؤدي الى تقليل بريفرال ريزيستنس، ده يؤدي الى زياده فينس ريتير، هذا يؤدي الى انكريس كارديك. بس ليه بقى ضغطه ما بيعلاش؟ الدم قاعد في الكابيلري، دي المشكلة زي ما تقول حصل مال ديستريبيوشن البلد بيساب الكور قلب السيركوليشن ورايح يتجمع في الاكستريمز اهو. الفازو دايلاتيشن هيقلل ريفرال ريزيستنس، ده هيزود فينس ريتير. ليه بقى؟ لانه الدم عمال يجي من الارتيريال سايد الى الفينس سايد بقى كتير، عشان الحته دي دايلاتد فده بيزود شويه كارديك. اقول لك على حاجه نسيها جدا، اسمع حاجه اسمها كابيلر ريفيلنج. ايه عارف ازاي؟ يعني انت بص انت لما تدوس كده، بص لما انت بس تمشي صباعك كده على البلط بتاع الفينجر كده، يعني تضغط كده هتلاقي صباعك ده بقى بيل اهو، يعني مطرح الضغطه بتشيل بيرجع في خلال ماكسيمم 1 تو 2 سكند. فتجربوا كده مش حاسين، يعني اضغط عليه كده وسيبه، اول ما تقدر كده بالفضل شيل هتلاقي الحته دي بين وبترجع على طول اهي. شوفوا كده موجود عندكم ولا في ناس اصلا هو بين فروم ذا ستارت مش باين عليه. انتوا شفتوا دي اسمها الكابيلا دي برضه على فكره هذا ريفيلنج بيقل قوي قوي قوي، يعني العين شوكت قوي قوي بس ما يبقاش سيبتك ولا انفلاكتك. لما تعمل الحركه دي كده وتشيل يفضل بين فتره طويله، ده معناه ان الكابيلري ريفيوجن قليل. هتلاقيها مكتوب على فكره في مونيتورينج ذا بيشنت ويز شوك، طبعا بتشوف البيل سكيل كابيلري ريفيلنج وعلمني على يورين اوتبوت بالاخطار، دي مهمه قوي، دي من علامات. يعني بص يا دكتور يقول لك ايه؟ بص يقول لك ايه؟ العين ضغطه 90 على 60 بيجيب بول خلاص، لا ده ضغطه 90 60 او 80 50 والبول قاطع، دي معناها ايه؟ البول هو الاندكس للتيشو برفيوجن، فلما المريض يبقى اوليجوريك دي معناها ان فعلا دي علامه من علامات الشوك. خلي بالك وادي بلاد بريشر سنترال فينس بريشر، مش مهم الوينش ده دلوقتي. وفي الاخر
انفستيجيشن ولا العلاج بقى كله جنرال وسبيسيفيك. ايه بقى الجنرال والسبيسيفيك؟ جنرال بقى بيتا تكوين اوكسجين تداول مش عارف ايه كريستالويد وكلويد. يا اولاد الكريستالويد عارف اللي هو ايه؟ فاكر الحاجات زمان في الفايروس كريستالويد زي السلاين والجلوكوز، الحاجات دي ما بتقعدش في الدم فتره طويله. يعني واحد لما يجي ينزف نزيف يجي يقول لك لو عايز تديله فلويد دلوقتي تديله كريستالويد ولا كلويد؟ اديله كلويد. لان الكلويد بيقعد فتره طويله في السيركوليشن زي الدكستران. وقفت فيه دواء اسمه هيما هيما هيماتولوجي اتش اي ام اي هيما جل. في دواء اسمه كده في السوق عامل زي زيت محلول الملح بس اسمه هيما جل. يقول لك ايه انا اديت له كيس دم واديت له واحده هيما جل اتقسم مع سلاين. لما تدي سلاين طب هسال سؤال لما انا انزل تديني بقى جلوكوز ولا سلاين ولا الهيما جل؟ الجلوكوز هيستنفذ بسرعه هيحصل له كونسامشن، السلاين هيقعد شويه مش هيقعد اكتر من تلت ساعه وحياتك في الدم وبعد كده هيخش على الانترستيشن. لما الهيما جل الدكستران اللي هي الكولويد بتعمل باسكولار اكسبانشن. كنت فاكر زي خلي بالك من الحته دي. وبعدين في الاخر سيبك تريتمنت الهايبوفوليميك طبعا تدي بلاد ترانسفيوجن سيبتك تدي انتي بايوتكس انفلاكتيك ادرينالين. علم على كلمه انترا ماسكولا ما ينفعش تدي سب كيوتينيوس. ليه؟ لان لو خدوا سب كيوتينيوس مش هيبقى ابسورب لان هو شوك لازم انترا ماسكولا وليس انترا ماسك بالمونري فوليزم اهم حاجه سيروم بوليتيك كارمك تامبونات هيبسن. لو الهارت هو اللي فيه الفيليار دوبامين او توبيوتين. بعد امريكا انت زي البدايه